عايش في الدنيا عارف أنا عايش فيها ليه، هدفي واضح والدنيا هي طريقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا وحلقة جديدة من برنامجكم بيت دعاء وفقرتنا المفتوحة اللي هنجاوب فيها على أسئلتكم مع ضيفنا الشيخ أحمد المالكي من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب، يحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. يا رب الستر والصحة لنا جميعا. ومعانا تليفون أم عبد الرحمن. أهلا وسهلا. سلام حضرتك. أهلا يا حبيبتي، اتفضلي. إيه لو سمحتي كنت عايزة أستفسر بس مع الشيخ عن حاجة. قولي. دلوقتي انا ساكنه في بيت عيله، فعندي مشكله ان انا ما بكلمش حماتي بقالي تقريبا 6 سنين، بس يعني ايه يعني ما فيش مشاكل بينا، يعني ان هي حتى لو في مشاكل بتتحل من بعيد لبعيد، بس هو هل في وزر عليا ان احنا انا حتى بصراحه ما برميش السلام وانا نازله او وانا طالعه، لان انا ما كنت برمي السلام حتى ما حدش كان بيرد عليا. فهل دي فيها حرمانيه؟ طب وجوزك ايه بيقولك ايه؟ طيب هو جوزي ما عندوش اعتراض ان احنا ما نكلمش بعض، يعني ده ما احنا ما فيش مشاكل، بس هو طبعا يعني الموضوع ما بيخلاش من المشاكل يعني، بس حتى لو في مشاكل مش بيوجهنا ببعض. هو بقى هو كويس مع اهله وكويس معاكي؟ ايوه فصلكم عن بعض؟ لا هو بينزل لاهله وبيودوهم طبعا يوميا، وبرضه في نفس الوقت قاعد معانا. تمام. لكن معلش يا ام عبد الرحمن، يعني انت لا تلقي السلام ابدا عليها؟ كنت بصراحه الاول، بس لقيت ان الباب بيتهبط في وشي، ويعني حسيت بصراحه ان كرامتي قلت قوي، ان انا كنت بقول السلام عليكم وكل حاجه بس ما كانش بترد عليا، او كان الباب بيتهبط في وشي، فبصراحه بطلت. حتى لو هي لو انت شفتيها ما بتقولوش السلام عليكم؟ لا هي ما بتردش عليا. انا فاهم، يعني انت لو شفتيها وقلت السلام عليكم يعني ما بتردش، لكن لو شفتيها دلوقتي ما بتردش. لا مش بقول السلام. بطلت بقى تقول. وهي ما بتزعلش عادي يعني؟ لا هي زعلها وجودي في الحياة. ايه زعلها وجودي في الحياة؟ ليه كده يعني؟ ليه ايه يعني؟ والله هي المشكلة في الأول مشكلة بكل بيوت العيلة، يعني هو ممكن تكون مثلا مشكلة تغيير ثقافات، ان انا مثلا ايه غير بنتها او هي غير امي، فده يعني انا مش عارفة بصراحة مين اللي غلطان فينا، يعني ما اقدرش احكم، لان انا لو حكمت هحكم من ناحيتي انا ان هي اللي غلطانة طبعا. فمثلا بتحصل مشاكل، هي شايفه ان انا غلطانه، انا شايفه اللي هي غلطانه، فانا بقول ممكن تكون دي عشان انا متربيه في بيت وهي متربيه في بيت، متربيه بلدها. فانتوا اثرتوا الشر. فجوزي قال لي قال لي ايه تصري خالص، لان المشاكل كبرت واتكلمت في شرفي وعرض يعني مع الناس في الشارع وفي البيت. بالك قد ايه يا ام عبد الرحمن؟ بالك متجوزه؟ بالك قد ايه؟ انا بالي 8 سنين متجوزه اصلا. كم؟ 8 سنين متجوزه. 3 سنين؟ 8. بقى لي 8 سنين متجوزه وبقى لي 6 سنين 8 سنين بتكلم. والحال ده بقالكم قد ايه مع بعض كده؟ بحاجه 6 يعني هم قعدوا سنتين. لا انا حتى في السنتين دول كنت في سنه ما بكلمهاش فيها برضه السنتين دول كان فيهم خناقات، لكن بعد كده خلاص انفصلتوا. ماشي. مش انت حياتك كده ارتحتي وهي ارتاحت وجوزك ارتاح؟ بالظبط كده، بس انا خايفه ان هو بس يبقى في وزر عليا. ماشي خلاص، سؤالك الشيخ هيجاوبك عليه. ماشي يا حبيبتي. معلش بس تتخيل. طب قول. دلوقتي انا جوزي بيديني فلوس اعمل جمعيه، ان انا بقى بتصرف في البيت، يعني مثلا هجيب حاجه في البيت اغيرها او مدرسه بنتي والكلام ده، فدلوقتي انا ساعتها ما بيتبقى يعني هو عاطيني حريه التصرف في الفلوس دي اما بقبض الجمعيه دي، فانا دلوقتي اما باجي مثلا ساعات بيتبقى فلوس بطلع حاجات للي بجيب ممكن حاجه شخصيه ليا، حاجه لامي، الكلام ده، فهل في وزر عليا في الحاجه دي؟ ماشي يا حبيبتي. الحمد لله، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم لا حول ولا قوه الا بالله، اللهم لا حول ولا قوه الا بالله،
اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله، تمم اللهم ما به بدأتنا ولا تسلبنا، اللهم ما أعطيتنا، اللهم آمين. أنا هبدأ بالسؤال الثاني وبعدين أرجع الأول. هو إجابة السؤال الثاني، ما دام الزوج قد يعني أعطاها حرية التصرف، فيجوز لها إن هي ممكن يعني تأخذ من هذا المال يعني بالمعروف. برضو إحنا عندنا القاعدة اللي هو المعروف، يعني اللي هو لا إفراط ولا تفريط، يعني إحنا اللي هو المسألة اللي ما يكونش فيه لا تجور على المال أو على ربع المال أو على حتى ثلث المال، ده هيبقى لا لابد من الرجوع إلى الزوج. لكن كون اللي إحنا نجيب حاجة لماما دي هنتوقف عندها، لأن هو سمح لها إن هي حرية التصرف هيكون في البيت. أما لو قال بقى لا أنا لك كامل الحرية بتصفي في البيت، خارج البيت ما رجعش يعني تجيب الماما حاجة، يعني ما ترجعليش في المسألة دي، خلاص هي حرة. لكن ما قالش الكلام ده، نقول خلاص لك كامل الحرية اللي أنت تاخدي منها بس ما يزيدش عن التلت. الحاجة التانية اللي هو بالمعروف، يعني الحاجة التانية هجيب حاجة لماما وبتاع، لا نحاول اللي احنا نقول له هو أنا ممكن أجيب حاجة لماما؟ يعني أنا معايا فلوس ممكن أجيب حاجة لماما ولا مش هجيب حاجة لماما؟ لو قال لها لا ما ينفعش يبقى ما ينفعش، لو قال لها ينفع يبقى هنا عند الحالة دي يبقى وجب الإيه؟ الاستئذان، خاصة إن المال ده مال الزوج. نرجع بقى للسؤال الأولاني. المشكلة يعني أنا هقول حاجة، تخيلي يا أستاذة دعاء، لو احنا قلنا كل زوجة تقتصر على نفسها وليس لها علاقة بحماتها ولا بحماها بأهل زوجها، كل زوجة في المجتمعات دي كلها تقتصر، ولا الحما تكلم دي ولا تكلم دي، ايه رأيك في العلاقة دي؟ لا مش صح طبعا، علاقة متوترة. إلا من خلينا بس في الأصل اللي هو الأصل، الأصل المفروض يبقوا عيلة. تمام، بس أنا الأصل بقى في الأصل خالص إن هو في النهاية ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الخلق إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اللي هي قضية العلاقات الاجتماعية اللي فيها المودة والمحبة، وإن الناس المجتمع يعني لن يسير ولن يستقيم له حال إلا إذا تعاون الجميع مع بعضهم البعض. ويجي النبي عليه الصلاة والسلام يحط بقى القواعد العامة اللي هو ممنوع الحسد، ممنوع البغض، ممنوع التدابر، ممنوع الحسد، ممنوع الأذى، ممنوع ممنوع ممنوع. يبقى هو ده الأصل، ده الأصل. يبقى الأصل اللي فيه علاقات اجتماعية سودها المحبة والمودة، ويجي النبي يقول خلي بالكو لا تحسدوا لا تدابروا لا تباغضوا لا تقاطعوا كونوا عباد الله إيه؟ إخوانا. لو جي بقى هنا من هنا الأذى يبقى أنا أقفل الباب ده، يبقى أنا أقفل الباب. وبالتالي إحنا بنقول يا أخوانا ما ينفعش كل واحد يقول أنا في حالي، لا ده حتى الجيران. سيدنا النبي بيقول إن جبريل عليه السلام كان بينزل كده ويوصي سيدنا النبي على الجار، لدرجة إن هو ده كمان هيورثه للدرجة دي. وبعدين مش بس الجار ده، احنا عندنا اللي هو 47 كما قالت أمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وارضاه. الحاجة التانية اللي هو يقول المسلم للمسلم، المؤمن أخو المؤمن. ايه ده انت بتعمل ايه يا رسول الله؟ انا بأسس لمجتمع بيسود المحبة والمودة، مش هاجي اقول قاطع العلاقات. يبقى ده الأصل. الاستثناء بقى اللي هو ايه؟ الاستثناء لما يكون حماتي بيجي من وراها الأذى، تتكلم في عرضي، تتكلم في شرفي، يبقى وصلنا لحالة القذف. وبالتالي أنا مش قادر أتجاوب مع حد يفرض عليها إن هو يقول لها لأ، بس بشرط ما يكونش في نية التقاطع. الحاجة التانية اللي هو ما يمرش أيام كتيرة وأنا لا ألقي السلام، حتى لو ماشي عليها كده السلام، لأن ده الشرع، السلام عليكم ورحمة الله، ردت رزعت الباب ما عملتش كما قال النبي كأنما تصفهم المل الحر، ما قالش النبي اسكت ما تلقيش السلام ما لكش علاقة بيهم، النبي قال له لا القي السلام حتى لو ما ردوش. يبقى ده هو الأصل. طيب احنا معنا تليفون دعاء، أهلا وسهلا. ألو. أيوة تفضلي. صح، ممكن أسلم الشيخ؟ تفضلي يا حبيبتي سؤالك. تفضلي تحت امرك. السلام عليكم. عليكم السلام. الو تحت امرك اتفضلي يا فندم. الو احنا سامعينك يا حبيبتي، قولي السؤال. لو سمحت يا حضره الشيخ، انا متجوزه في بيت عيلة بقالي 4 سنين. سامعني؟ انا سامعك سامعك. بقالي 4 سنين وفي مشاكل بتحصل، مشاكل عائلية كده،
فلما بنعمل مشاكل وكده هم بيرنوا على بابا، فبابا بيجي ان هو يضربني وبيغلط فيا، حتى لما بروح زعلان عنده بيضربني ويغلط فيا وكده. فانا لما بيجي هنا في بيتي بقعد يعني ايه، بقعد ادعي عليه وكده من وراه مش من قدامه، لان هو بيغلط فيا وبيضربني. فانا عايزه اسال ان انا حرام يعني إيه، يعني مش عارفه ايه حكم الدين ان انا اقعد ادعي على بابا وكده، هو هل انا صح ولا غلط؟ انت حاسه ان هو بيظلمك؟ يعني انت بيبقى ليكي حق وهو بدل ما يجيب لك حقك بيجي عليكي ويضربك؟ هو مش، لا هو مش بيجيب لي حقي. انا كذا مره كان بالحق يبقى معايا وابقى مظلومه، هو عارف كده بس مش بيجيب لي حقي، فبيشتمني فبيغلط فيا كتير وبيضربني، فانا نفسيتي متاثره وبدعي عليه. فأنا ايوه انت حاسه ان هو بيظلمك بقى. هو يعني قاسي عليا شويه. قاسي. بقولك لو سؤال تاني لو يا سمحتي. دعاء، يا دعاء، قبل السؤال التاني، قبل السؤال التاني، لو ان ربنا قدر والوالد مات الان، هتحزني عليه ولا مش هتحزني؟ ما هذا الصمت سامعانا الغريب؟ دعاء معانا ولا الخط قطع؟ راح الدعاء. ماشي الخط قطع. طيب هو بس في النهاية يا أخوانا، ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم، وده كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنهن المؤنسات الغاليات كما في الحديث وإن كان في سنده مقال، لكن الصحيح إن هو ما أكرمهن. وأكرمهن ده بقى بيعود على الزوج ويعود على أي إنسان رجل اسمه يعني ذكر يبدأ يتعامل مع المرأة، لا يكرم المرأة إلا كريم ولا يهين المرأة إلا لئيم. وبالتالي إحنا عندنا الضرب أصلا يعني بالطريقة، أنا عارف اللي هو بيبقى فيها عنف وشدة وقسوة خاصة من الآباء، بيبقى دي أحيانا بتبقى من قلة ثقافة وقلة تربية دينية، يبقى هو فاهم إن الضرب ده هو الحل الوحيد، مع إن ما يعرفش إن الضرب ده أصلا في الدين أنت ستحاسب عليه يوم القيامة، وربنا هيقول لك تعالى ليه الضرب ده كله؟ يعني أصلا ما ينفعش أضرب أكتر من 3 ضربات بشروط معينة وضوابط معينة إلا في حد من حدود الله تبارك وتعالى. طب ما الجرم الذي ارتكبته هذه المرأة؟ والله بتزعل جوزها، والله مش عارف كده، يبقى لا تستحق. هل تستحق أن يقام عليها حد أصلا؟ يعني لا يا مولانا، ما فيش حدود، يعني فين الحد ده؟ يعني عشان زعلت جوزها أقيم عليها الحد؟ يعني أقطع إيديها يعني ولا رجليها ولا أموتها؟ خلاص، يبقى أنا أكتر من 3 ضربات دي أصلا بضوابطها لا يكون إلا في حد من حدود الله، فأنت بتعتدي، وربنا سبحانه وتعالى لا يحب المعتدين، وستقف أمام الله عز وجل وتقتص، كما في حديث ابن مسعود كما عند أحمد إن المرأة تفرح أن يكون لها الحق على أبيها أو زوجها، فتروح مسكاه كده من تلابيب، عارفة من هنا كده، تقول له يا رب عاوز حقي من ده. وقرأ ابن مسعود قول الله تبارك وتعالى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فدي نخلي جرس إنذار كده لكل الآباء والأزواج والرجال بقى، ومن كان على، وفي أشباه رجال يعني برضو يدخلوا في الحكاية دي. النقطة الثانية، هل يجوز بقى الدعاء على الأب؟ أنا أرى لا، وإنما فوض الأمر إلى الله تبارك وتعالى، بدل ما تعملي كده صفي قدميك لله، صلي 2 ركعة وانت في السجود كده ادعي للوالد بدل ما تدعي عليه، صدقيني والله لما يتبدل له الحال هيكون أفضل وهيكون سند ليكي. ربنا يهديه يا رب، ويهدي أهل جوزها برضه، ويهدينا كلنا، ويهدينا جميعا. طيب معانا أستاذ عماد، أهلا وسهلا. أهلا بيك حضرتك. أهلا، اتفضل اتفضل سؤالك. الله يبارك حضرتك. فيك، الله يحفظك، اتفضل يا فندم. أخبارك عم الشيخ؟ الحمد لله، الله يحفظك، اتفضل. الله يبارك لك عم الشيخ. دلوقتي عم الشيخ أنا عندي مراتي كل شوية تسيب البيت وتمشي، أروح الشغل واجي أجي من الشغل ألاقيها سايبة البيت واخدة العيال وماشية عند أهلها. ليه بقى؟ إيه؟ ليه؟ كده من غير أي حاجة، أروح أجيبها أبوها يقعد يشرط عليا ويقول لي أنت كذا وأنت كذا، وهي بتمشي من غير أي غلط ومن غير أي حاجة.
ايوه يعني مثلا هي اللي بتروح لاهلها بتقول لهم انا جايه لكم ليه، عشان مثلا ما بيصرفش علينا، عشان مثلا بيضربني، عشان بيخني، يعني اي سبب، يعني ايه السبب اللي هي بتقوله؟ لا بتقول اللي انا بس مع ابوها وبس مع والدتها وانا ما فيش اي حاجه من دي حضرتك بتحصل خالص. طب هي بقى لها على الحال ده قد ايه يا استاذ عماد؟ يعني انت متزوجها بقالك قد ايه وهي على الحال ده بقالها قد ايه؟ انا بقالي 8 سنين عم الشيخ متجوز، ومتجوز في مرمطه، واستغفر الله العظيم يا معفنه ومعفنه معفنه يعني حتى الاولاد. لا لا ما حدش يقول كده طبعا. ليه؟ بالمعفنه؟ يعني في الاول وفي الاخر هي مراتك ومامة ولادك، يعني لازم برضو يكون في ايه. طيب بص يا استاذ عماد، انا بس ولكل زوج، يعني انا دايما اقول كده، الانسان يعرف بكرمه وعفته وامانته وديانته، اللي هو في النهايه انا مهما كان الزوجه ومهما كان عيبها انا اذكر هذا العيب الا امام القاضي. يعني لو خلاص وصل للمرحله اللي كده انا زعلان ولازم احكي فقدام قاضي، او اللي هو الافضل بقى الستر عليها حتى لو كان فيها يعني كل البدع، الستر عليها اولى. واحنا كنا نقرا في قصص الصالحين رضي الله عنهم، لما واحده مثلا يكون لسانها طويل على زوجها، وبعض الناس يقال ان ده كان مع الامام ابن ابي زيد القيرواني وكان يلقب بمالك الصغير، ميت 381 هجري، فيقولوا له طب ما تطلقها، يعني الست اللي هي يعني كل الناس يغدون إليك يجيئون ويروحون عليك وانت إمام الناس دي كلها، والزوجة تهزأك يعني بالطريقة دي، عيب يا راجل، يطلقها. فقال حتى لا يبتلى بها غيري، حتى لا يبتلى بها غيري. وأحدهم لما طلق زوجته فقالوا أخبرنا بالعيب الذي كان فيها، قالت صارت أجنبية عني. يعني سبحان الله، يعني حتى وهي متجوز ما تكلمش على مراتي. طب ولما طلقتها ما بقتش مراتك بقى، قول لنا بقى، يلا نفرش بقى ونحكي بقى الحواديت وبتاع. قال صارت أجنبية عني. وهذه يعني ديانة. فالأصل اللي احنا نستر على الزوجة، هذا الشيء الأول، يعني حتى ولو كان فيها العبر، يعني مش عاجب لي أطلقها، أشتكي لأبيها، أشتكي للناس اللي هي تعرف يعني يجيبوا لي حقها أو حقي منها. يعني الحاجة الثانية اللي هو هل يجوز للمرأة أن تخرج دون إذن زوجها هكذا، يعني خراجة ولاجة؟ هذا لا يجوز. الزوج له حق عظيم جدا جدا جدا، يعني لدرجة أن سيدنا النبي يا أستاذة دعاء نهى المرأة أن تصوم صياما نافلة وزوجها حاضر شاهد، لعظم حقه عليها. فالمرأة بقى تروح، وبعدين لو ادعت، لو صدق هذا القول يعني أن هي بتدعي أن هو بيسبها وبيشتمها وبتاع وهو ما بيعملش كده، فهي تفتري، يعني تفتري، وجزاء المفتري ده جزاء عظيم جدا. فلابد من الانتباه إلى مثل هذه الحالات. يعني مشاهدينا هنطلع فاصل، خليكم معنا.